مروان بابلو طبعا نجم الراب اللي اختفى وظهر تاني، والنهارده يعني بيفرض دلوعه ان هو مش بس بيحتل مكان في الترند، ده عنده اغنيتين في الترند بتاع يوتيوب. يا سلام، عنده اغنيتين، بينافس نفسه، عنده البوم اربع اغاني منهم اغنيتين ترند. مروان بابلو الولد ده على فكره مش الفنان ده، ليه قصه كبيره جدا، وفعلا لما تيجي تشوف فيديوهاته تشوف مستوى الثقافه، مستوى يلا الرساله. يلا عايزينه، يا ريت، يا ريت والله العظيم. بس هم زي ما قلت لك هم عندهم مشكله دي، هنحاول نقنعهم. احنا بدانا جبنا هنحاول نجيبهم، جبنا المصدر الاساسي ليهم. إن شاء الله. واعتقد إن شاء الله. مروان كمان مدعو هنا لحديث القاهره اذا كان بيصنع كل هذه الضجه، فالافكار اللي ورا اغانيه مهمه. خالد شكرا جزيلا، احتفالي وشكرا ليكم. انت شكرا، نورتنا. شكرا ليك. بعد الفاصل هنتكلم عن قضيه